جالس في المحل ما بيا ما عليا، جالس كنبيع ونشري مع الناس. شويه سمعت صداع برا، جيت نطل لقيت واحد جوج هازين الماجين كيجريو عندي هنا، بغا يجمعوا عليا في المحل عندي. خرج شريكي من المحل الاخر شافهم، شد واحد انا شديت واحد، شنقت عليه برا هنا لداخل، كان ضرب فيه شويه خرجناهم برا. زرا اللي جريتو برا غادي بيه، جاو شي جوج ما عرفت المهم شي وحدين مورا انا ما شفتهمش، انا تضربوني بجعبه على راسي صافي غيوت ما عقلتش. بغيت نبين وجهي نظرا على حسب هما عصابه بزاف، هما ماشي واحد ماشي جوج ماشي ثلاثه، هذاك الشيء بغيت نبين وجهي. كنسمعوا عليهم ديما انا كيغريسيو الناس بزاف، ديما هذا ديما كنسمعوا الجرائم ديالهم، ديما مضاربين مع البنايه مضاربين مع الصبا، ديما هاد المشاكل كاينه. حتى جات المشكله حتى جاو عندي انا وقع اللي وقع. خويا الضربه اللي في راسي انا ما قيت راسي، فقط قيت راسي في السبيطار، خيطوا لي سميتو قيت 8 الغرزات. اخويا كان طالبوا من معايا ينقيو لنا هاد الحي من هاد المجرمين بحال هادو، بينا حنا نتهناو من هاد الشيء، بينا نعيشو بسلام ونبيعو ونشريو بسلام مع الناس، هاد الشيء اللي كان طالبوا. والمخزن القانون ياخذ مزراه.